الله يمسيكم بالخير. راح نجرب مع بعض الآن من محطة القصار ونتجه إلى الوكرة. راح نعمل تجربة إن شاء الله ونشوف. طبعا محطة القصار هذه موجودة بالقرب من كتارة. تدخل المحطة هذه وتنزل تحت. طبعا من هنا بطاقات السفر أو التيكت. من القصار الوكرة إن شاء الله نكسب شوفتكم إن شاء الله. Sir, okay. In this we have the new travel card, the single journey and the day pass. In single journey you can use for the single purpose, sir. Okay. For the day pass you can use for multiple purpose, sir. Okay. So in single journey we have two types. In single journey the standard which costs you 2 riyals, and in the gold class you can have the 10 riyals ticket. And in the day pass it's for 6 riyals for from the starting train to the end of train. For full day, yeah? Yes, full day. Full day. The last train, sir. Okay, let's do some, you know, exercise. Now we need 2 tickets. Please. 2 tickets? Standard one, sir? Yeah, we'll go for standard. Standard, okay. So it will cost you 12 riyals. Okay. Then, so then you have to pay. Rayah Raja. Then one by one you have to put the cash, like okay. 10 riyals. And then we one have one credit card as well. Yes, but it's not working, yeah, right but now. It's available. Yes, it's available. Okay. We call it an electronic payment terminal. So it's called a collection tray. خلاص تم السلام. كرت الصعود. الساعة كم الحين؟ الموعد؟ 9. الساعة 9. This is for full day, yes. To the last one. Thank you very much. Thank you. أظن تجربة حلوة شفناها مع بعض. نزلنا وقفنا السيارة نزلنا خدنا التذاكر وحين بنتجه إن شاء الله ندخل داخل مع بعض نشوف وين نروح. هاي تذكرتي؟ آه تذكرة الصعود. أخذين تذكرتين واحدة في 6 ريال واثنين 12 ريال. يلا. أوكي الحين جاي دوري أنا. بدخل أمور طيبة. طبعا اللافتات موجودة في كل مكان وتسهل علينا الوصول إلى القطار. هنا خروج من القصار ويسار إلى القطارات. احنا بروح إلى القطار. سبحان الله والله يا جماعة الخير جيت هذا المكان قبل تقريبا سنة أو سنتين. كانت عبارة عن حفرة عميقة قسما بالله. فعلا أنا منصدم اللي قاعد أشوفه لأن في يوم من الأيام قلت معقولة بيخلصون بسرعة. لا والله خلصوا وما قصروا الحمد لله يا رب. وننزل تحت بعد علم هندي الجروب اللي معاه ينتظرون مثلنا وصول القطار. وصلنا الآن إلى الطابق الأرضي واللي فيه القطارات. الكل ينتظر واحنا ننتظر ونشوف. مثل ما قلنا هي محطة أو تشغيل تجريبي للقطار لمترو الدوحة الخط الأحمر وليس التشغيل النهائي. هذا تشغيل تجريبي فقط. يشوفون الإيجابيات السلبيات الملاحظات. لذلك إذا عندكم أي ملاحظات أي سلبيات أي شيء أرجو أن نبلغهم مباشرة حتى يتم من التصحيح من الوضع. هم يبغون منكم الملاحظات. مشكورين ما قصرتوا. هم ما يبغون يبغون منك الملاحظات. طبعا اكيد لهم الشكر والتقدير اكيد ما حد اختلف ولكن ايضا يبون ملاحظاتكم وهذا شيء مهم. شوفوا الارضيه شلون. لاحظوا الارضيه هذه طبعا ايضا للمكفوفين مسويه لهم وجاهزه. وحين وصل وبندخل مع بعض داخل. هذا العائلات وهنا العام. حلو ممسكين ايضا للسياد حتى الكل يحترم القانون. طبعا مثل ما تشوف نوعية الكراسي الموجودة عملية جدا. وهذا عليكم السلام مدير. وهذا طبعا السلام عليكم. وهذه ايضا كراسي الطاقة الذهبية. اجلس يبا
وطح علينا. انطلقنا الساعة 9:05. صورة ذكريات ما تنسي. نكسب شوفتك ها. والله حسابكم حلو والله. الله يسلمك والله العظيم. والله حساب حلو والله وممتع وشيء مفيد والله. بس رايك ايش رايك بالجالسين هناك؟ شوف جلسة يستمتعون بالمنظر. على فكرة هذا اللي ذوي الإعاقة شوفوا ايضا خصوا مكان اللي ذوي الإعاقة. صراحة حركنا الساعة 9:09 وصلنا 9:11 إلى سيدي سنتر أو مركز المعارض. شوفوا مركز المعارض وصلنا الساعة 9:13 إلى محطة الخليج الغربي. انطلقنا الى الكورنيش الحين. بروح الكورنيش الحين. طبعا الحين مثل ما تشوفون طالعين من هالمحطة هذه ومتجهين الى الكورنيش من هالمحطة اللي هي عند البريد. ايوه لين عند البريد. هاي نادي قطر عند البريد. ايه وين الحين؟ قاعدين نمشي متجهين لحديقة البدع. وين حديقة الحين؟ الحين احنا النقطة الزرقاء. ايه نروح لين البدع. البدع. بس لأنه ما في اتصال. لحديقة البدع نعم حلو. طبعا الباب الفاصل بين الدرجة الذهبية والدرجة العادية. متابعة وين؟ البدع. ما شاء الله اليوم حضور كبير ما شاء الله وكلهم يبون يجربون القطار. يقول انا جايب عيالي عشان يشوفون القطار ويجربونه معي. الله يخليهم له ان شاء الله يا رب. في شغله اخواني بس ابي انبهكم عليها. هذه اللافته اذا شفتها فلازم تراعي الحامل وتراعي عندها طفل والكبير والمعاق. هالاربعه لازم نراعيهم اذا ركبنا المترو فتكون لهم الاولويه في الجلوس. وصلنا الحين محطه مغرينا وهي طبعا مقابل مركز العاصمه. طبعا لما نقول مطار القديم نتكلم عن معصرة سامكو. يعرفون معصرة سامكو؟ هني المحطة اللي هي المطار القديم. شوف ناس تنزل بعدين ناس تكمل. وهذه محطة المطار القديم وخلينا نقول عنها اللي هي ايش فوق شنو؟ معصرة سامكو. ليش زعلانة؟ الحين محطة عقبة بالنافع عقب ان شاء الله بنوصل البيت. زين؟ زين؟ لا معصب علينا. هذه طبعا مثل ما قلنا لكم هي محطات تجريبية افتتاح تجريبي. الخط الأحمر Yeah.
الله. اخيرا طلعنا، هذا الان نابينا ايفل. صلنا تقريبا نص ساعة واحنا تحت الارض، تو الحين قربنا الوكرة جينا فوق فوق، الحين نطالع طبعا في الخلف المطار، وهذه يوديك صوب بهامو. وين وديني نسيت، المهم صوب بهامور ذاك الصوب يعني. ديت اللي زعلانة طالعنا. شوف شوف هالمنظر، اعتقد وصلنا بروة اعتقد صح؟ منطقة الحرة اتوقع هي بروة. كاميرات مراقبة وحركات. هذا القطار متجه الى الوكرة الأخيرة. The next station is Ras Abu Fulpas. صراحة والله خد حلوة، خدتها والله. متجهين الآن إلى محطة الوكرة، على يمين المفترض الآن بروة، أسواق بروة. الحين شوفوا شوفوا شوفوا، الحين بتبين أسواق بروة. شوفوا هاي، هذه بروة، أيوة قرية بروة. ونطيح هذه محطة وقود الوكرة، أول محطة من تواصل الوكرة. وصلنا خلاص محطتنا، وجهتنا اللي احنا رايحين لها. مثل ما تشوفين هي سيارة، تشوف سيارات. هذا أيضا مواقف اللي بيركبون قطع المترو بصر ظلام. احنا نروح يمين والناس يركبون يسار ويجربون القطار. ما شاء الله ما شاء الله. وتنزل على هالدرج. هذه محطة الوكرة، ما شاء الله زحمة سبحان الله. خاصة ان التذكرة مثل ما قلنا لكم بريالين، وفي بستة ريال. ما شاء الله عائلات شباب الكل. على فكرة نازل الآن من قطار من المترو، ما شاء الله لقيت مجموعة من العائلات، صراحة عدد كبير من العائلات القطرية جايين يجربون أيضا المترو، يروحون لين الكورنيش. أيضا هذا مصعد متوفر لمن يرغب، ولكن طبعا دائما تكون أولوية لذوي الإعاقة، بالإضافة مثل ما نشوف أيضا هناك في مصليات موجودة. تجربة حلوة صراحة، ممتعة يعني، شيء أول مرة طبعا تجربة في دولة قطر مثل هذا المترو، ففعلا كل الشكر والتقدير للجهات المختصة. يمكن بعض في عندنا بعض الملاحظات راح أقلها اليوم إن شاء الله، ولكن بالمجمل إنجاز، جزاهم الله خير ما قصروا. راح نشوف مع بعض الآن خروجنا من المحطة، الآن من المترو إلى مواقف السيارات. تمر من هذا الممر وتنزل يسار أو يمين وتلقى سيارتك هناك موجودة أو وسائل المواصلات. طبعا بعد ما طلعنا من محطة الوكرة ونزلنا من المترو، طلعنا شوفوا شنو لقينا قدامنا. لقينا أيضا مجموعة من باصات كروة جاهزة لنقلنا من إلى من إلى برياضة مواقف السيارات. شوفوا هناك أيضا في مواقف سيارات موجودة، اللي وقف سيارته وينتقل من محطة إلى محطة، أو إنه إذا حاب يستخدم الباص مكتوب عليه، شوفوا مكتوب عليه بترولينك،
مترو لينك. مبروك الإنجاز، مبروك التشغيل التجريبي، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله لجميع مشاريع الدولة اللي بالفعل نفخر فيها. وهذه محطة الوكرة. خلصنا وصلنا وركبنا العراوي الحين مع عمر، يعطيك العافية يا عمر. بنروح عندنا مشوار سريع في الوكرة ورجعين إن شاء الله. لحظة بنرجع مرة ثانية على نفس القطار، نفس المترو عفوا، نفس الشيء. قبل بنحاول بسرعة قبل نص ساعة من الحين إن شاء الله.